بمشاركة 42 طالبا وطالبة يمثلون 6 دول عربية من الأردن وفلسطين ولبنان وقطر والإمارات والكويت، جاء عقد هذه الدورة التدريبية المتخصصة بالشلل الدماغي عند الأطفال والتي تعقد لأول مرة في الأردن منذ 14 عاماً. مركز سيدة السلام الجهة المنظمة والمستضيفة لهذه الدورة أكد أن هذا البرنامج الذي تشرف عليه البروفيسور جيم المعتمدة دوليا بتأهيل كوادر عالمية في علاج الأمراض العصبية والدماغية عند الأطفال من شأنه أن يجعل الأردن سباقا في هذا المضمار. طبعا هاي الدورة على درجة عالية من الأهمية، لأنها لأول مرة نتعلم هاي التكنيكات، هاي الوسائل التعليمية المختصة بالأردن تحت إشراف مختص من خلال الدكتورة جين، وهي بروفيسور معتمد عالميا بالتدريب على هاي الوسائل العلاجية، مما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة لأطفال الشلل الدماغي بالأردن بالشرق الأوسط بالأخص. هنالك مجموعة من المشاركين المتدربين من دول عربية بتتمثل بفلسطين ولبنان والإمارات والسعودية وقطر، هذا راح ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة، ومما يبرز دور الأردن المتقدم بالشرق الأوسط وعالميا بعمليات التأهيل، وأن الأردن دائما سباق بإقامة البرامج ودورات تدريبية في هذا المجال. وبدوره شكر المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن مركز سيدة السلام على جهوده الإنسانية في خدمة المرضى واهتمامه بشؤون الطفل الصحية، وخاصة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقات حركية ودماغية. هذه أول مرة تحدث هذه الدورة في الأردن منذ 14 سنة. هؤلاء ممرضين وممرضات يعتنون بالأطفال الصغار اللي بيصيبهم شلل دماغي، ومع كل تأثيراته على العضلات وضمور العضلات، وبحاجة إلى تمارين حتى يصبحوا قادرين على الحركة. شعرت من الجو بأنه الطلاب والطالبات استمتعوا بالدورة واستفادوا، وأرجو أن تتكرر مثل هذه الدورات لرفع تأهيل ممرضينا وممرضاتنا في الأردن العزيز. المشاركون في الدورة التدريبية الذين تم تخريجهم وتسليم الشهادات لهم في حفل رعاه المطران الشوملي عبروا عن شكرهم وامتنانهم للأردن ممثلا بمركز سيدة السلام على استضافته لهم وتزويدهم على مدى أسبوع كامل بمهارات عملية تفيدهم في البرامج التطبيقية في بلدانهم. استفدنا كثير من هاي الدورة، خاصة انه يعني لها فترة طويلة ما انعطت دورات متقدمة وادفانس زي هيك بمجال العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، يمكن من 13 سنة. دورة كانت بتحكي عن كيفية استخدام العلاج بنسميه NDT بعلاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الشلل الدماغي والتأخر الحركي، التطور الحركي عند الأطفال. في تقنيات جديدة اشتغلنا فيها وتعلمناها، صراحة مفيد جدا للأطفال، بتقلل جهد على المعالج وبتزيد الإفشنسي أو التأثير على الطفل نفسه بوقت أقل وبتقدم أسرع في العلاج، بالإضافة إلى شمول الأهل بهذا العلاج، إنه تحدثنا مع كثير من أهالي الأطفال وعطيناهم بعض التعليمات على هذا التكنيكس الجديد، كيف يتعاملوا مع الأطفال وكيف يطبقوا بعض الحركات المانيوال الحركية على الطفل نفسه. بشكر مركز سيدة السلام لاستضافتهم لوحدة من المدربين العالميين اللي كثير عندهم خبرة يعني فواقة بهذا المجال لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الشلل الدماغي. هذه الدورة ما انعطت بدول العربية مسبقاً بخلال وقت طويل، وكلنا ناطرينها كأخصائيين لحتى نفيد الأهالي والأطفال بجميع الدول العربية إن شاء الله. والتنظيم كان جداً 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 رائع، شكراً على الاستضافة وإن شاء الله تعود بالفايدة على جميع الأطفال.